بعيدا عن قسم الوطنية الأول والقسم الثاني الاحترافي، مباراة حساسة وقوية جدا بين فريق نجم الشباب ونادي الفتح ويسلان المكنسي برسم الجولة 17. الفريقين كيتديلوا الترتيب والكل كيسعى لتحقيق الفوز في لقاء قوي. غادي نقربكم من كل كواليس هذا اللقاء، تابعونا. حميد رزقي التوقع ديالي هو لا خيار الا الفوز، لان بحكم الترتيب ديالنا ف تنظن ان شاء الله حتى اللاعبين راه تنشوف اليوم في العيون ديالهم انهم عازمين باش يحققوا نتيجه ايجابيه. لا خيار الا الفوز، لان في المركز ديالنا ما تيسمحش لينا نضيعوا نقاط اكثر من اللي ضيعنا. كنظن بان مقابله غتكون قويه، يعني حتى شي واحد ما مسموح ليه بالغلط، اللهم لا حنايا، حنا جينا وجدنا السيمانه كامله باش نحققوا نتيجه ايجابيه. كنتمنى من الله داك الشيء اللي خدمناه يكونوا اللعابه وداك لاشونس اللي ما حلفتناش هاد الربعه ديال الدوره تكون معنا في هذه المقابله. كنتمنى من الله باش نكونوا في المستوى ونحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. الا جيتي ترجع السيناريو لهاد الربعه المباريات اللي داروا، يعني شنقول لك، كنا متحكمين في المقابلات، ضيعنا بزاف ديال الفرص، ضربة جزاء بزاف ديال الفرص، ما حلفناش لحد. كنتمنى من الله كما قلت لك باش يسعفنا لحد في هذه المقابلة، وأنا كنثق في اللعابة إذا كانوا في المستوى إن شاء الله نحققوا نتيجة إيجابية. شكرا. واش غنقول لك أخويا، المهم حنا الماتش كما راه الماتش هو شوية صعيب، كلا الفريقين حتى واحد ما مصوفي، وحنا حازمين هذا الماتش إن شاء الله غنديروا اللي في جهدنا وغنضاربوا باش ناخذوا 3 بوان من هنا. وراك عارف أنت الماتشات ما بين الفرق اللي لتحت ربحت الفرق اللي الفوق، راه فرقه الا ربحات راه خاصها تصوبي، الا خسرات راه التعادل ما كيصلح لحتى فرقه فيهم. وي سي ما ديفيسيل، سي ما دي باراج، سي ما دي 6 بوان بور نو، دونك اون فا ايسي دي غاني لو ماتش ان شاء الله بور نو بوزيسيوني تري بيان. والميساج اللي كنبغي نقول للعابه، مع راك عارف الميركاتو هذو كيلتحقوا بين لاعبين جدد، اللي نبغي نوصل اللعابه هما يكونوا قادين بالمسؤوليه ويعرفوا شنو كيتسناهم. حنا بغينا نحيدوا الفرقه من هاد المنطقه المهدده بالنزول، وكنتمناو من الله يوفقنا في هذا الماتش، وكنوعد الجمهور ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن هذا الماتش ان شاء الله. بطبيعه الحال حنا دابا المقابله حنا مبازين عليها بزاف في الحقيقه، من بعد ما بدلنا التشكيله واحد 50% ديال الشونجمون ديال الجوار وداك الشيء، وحاولنا نخلقوا انسجام بيناتهم في ظرف 15 يوم. اليوم المقابله ديالنا خصنا نربحوها بكود كوكود، خصنا نربحوا المقابله ديالنا، لان حنا لاعبين مع فريق اللي هو تحت منا، اذا خاصك تربحوا باش الا بغيتي تصوفي تهرب عليه بعدا وتجيب الفراقين اللي هما فوق منك تجيبهم. اذا اليوم لا خيار من غير الانتصار عندنا في الميدان ديالنا. نجم شباب ما جيتش، ما حطيتش رجليا في ليطوال، ولكن بلغني في هذا الميركاتو وهذا الاخوان ديالنا، الاخوان اللي بقاو قلال الدراري القدام ديالنا، انا درت اليوم مفاجاه، انا راه ما كنجيش نتفرج ما والو، حيت مريض عندي السكر كاملين، من المدرب من اسماعيل من شيبه من الاخوان، قال لي الحمد لله عندنا رجال. Thank you.
الجولة الأولى مشاهدي قناة الدار انتهت بتقدم فريق النجم الشباب بهدف دون رد عن طريق اللاعب اسماعيل مهتدي في الدقيقة 33 تقريبا. الجولة الأولى ما شفناش فيها الكثير من المحاولات من غير الهدف اللاعب المتميز. الآن نحن في أشواط قبل من الشوط الثاني، نحاولوا نشوفوا الكواليس داخل مستودع الملابس، النصائح اللي كيقدموها المدربين للاعبين. كيقولوا بأنه الشوط المدربين خلال الجولة الثانية الفريق اللي تستقبل الهدف، يعني الأجواء مشحونة، الكل كيعرف أن هناك ضغط كبير. نحاولوا نشوفوا فريق نجم الشباب أشنو كيدور في الكواليس داخل مستودع الملابس. يلا معايا. ما تبقاش تعاود على الرميط، راه ثلاث كواري راه فيهم وحده فوق جوج ما فيهمش، لأنها كتشدو كترخاو كتلعب كيمشيو لا ما ترخاش شدو على بحار لأن خذوها مستوى الحلو اسمع راهو إيه بحار شدو الكوفي ما تخليش تعاود على بحار واش غيسلوك راكم لا تمام شاو لا ربحتي راه سيبو راه تصح فيهم وراه كل واحد كيدير راه حرام وماشي حنا من خينا الدراري أنا صغير ما كافيش اسمع اسمع فوق فينا هو عدنان وأناس وسنين هو تربوات عندك ما فهمتش انا اصبر مزيان وجديد كتصلاك بوحدك واش بشويه اوكي انا الله سطلع دي فيها سرعه الله يحكم بجوج ديما واحد يخرج واحد يبقى باش تدوز يا بطاقه كتمشي لها لي واحد شوف الكره مضروبه عند هذا غيدي فيه هذا يقدر يدير فيا هي ولا لا؟ شنو غادي يرجع؟ انا غادي يرجع شتي؟ كرة السماء كرة السماء واحد اللي تيمشي معاه الاخرين تيرجعوا الله يرضي عليكم لي كوطي كاملين لي كوطي كاملين هنا 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 لي تروا كلهم تيديروا لا كوفيرتي ثلاثة تيديروا كرة طايرة في السماء كنرجعوا نخليو هو يطار معاه عليها واحد رغم ذلك كتحط انسيستي على الدراري باش كتشوف الكره دائما واحد زيرو ما كافياش لان اي كره كتقدر تسجل وما راكش شتي لاعبين تقريبا الكور العاليه وتقلبوا على الاخطاء اخطاء لان ما حنا ما نعطيوش فرص فين يستغلوا هذه القوه ديالهم القوه عندهم هما في الضربات الثابته وفي الكرات العاليه الكره الطويله اشيبي اشيبي اشيبي
السي حكام على رجلك قتلوك هذا الماتش ما كانش ساهل كل كان كينتظر لكن هزيمة بواحد زيرو يعني كتقول تزيد الزمو العيد وكما شاف الجميع فالنتيجة كتعكس الأداء اللي كان داخل المقابلة يعني كان الكل كيصب في الاتجاه ديالنا الحمد لله كنحيي لاعبي الفريق ديالي اللي كانوا رجال وكنتمنى من الله الدورات المقبله اننا نحققوا شي نتيجه ايجابيه كنحيي الحكم اللي قدم واحد المقابله كبيره رغم واحد الانفلاتات البسيطه اللي غيرت مجرى المقابله ولكن بعد ما معصومش من الغلط كنتمنى كما قلت لك الخير للفريق ديالي ان شاء الله وما يكون غير الخير اللاعب السابق للفريق ديالنا راه حفظك خويا المباراه ما كانتش صعيبه كما تيقولوا تلعب مع فريق في المراتب الاولى وما تلعبش مع فريق في المراتب الاخيره حيت حتى هو كيكون حتى هو معذب اكثر منك يعني كيدير كتخاف منه بزاف وكيدير ماتشات كبيره الحمد لله طبقنا اللي قال لنا المدرب وربحنا الربح كما شفتوا راه ما كانش ساهل والحمد لله الحمد لله كان هذا الفوز للناس اللي عاونوني جابوني هنايا وشكرا للناس ديال سيدي معروف وقفوا معايا حتى وصلت لهذا القسم هذا شكرا بزاف قالك خاصي تبارك الله عليك شنو تقول على الفوز بسم الله الرحمن الرحيم وجدنا بما فيه كفايه طيله الاسبوع حيت ما بقاش مسموح لنا بالغلط الحمد لله طبقنا تعليمات المدرب ولا الرئيس ولا الطاقم التقني باكمله وحاولنا نتغلبوا على الخصم ديالنا في رقعة الملعب والحمد لله هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ومجهودات اللاعبين وكنتمنى نبقاو غاديين في هذا الخط التصاعدي ان شاء الله. اللعابه قبل ما يبدا اللقاء يعني كانت وعود فعلا يعني باش ان توقفوا مع اللاعبيه وياخذوا المستحقات ديالهم وكل شيء يكون زوين، الفوز كان مستحق وقدموا كل ما عندهم، اشنو الرساله اللي مازال زدت باش تاكد على المسار ديالهم؟ انا اليوم بصراحه لقيت رجال بجنبي وداك الشيء اللي قلت لهم في الاول ان شاء الله هو اللي غيكون ويعني وكيستاهلوا اكثر هاد اللاعبين اللي كاينين كيستاهلوا اكثر اذا فيهم لاعبين اللي خصهم يكونوا في الاقسام الكبرى يعني ماشي في الهوات ولكن كاين اللاعبين يستحقون في باش يلعبوا لا في الوداد ولا في الرجاء ولا في هذا وكنتمنى لهم التوفيق ونجب الشباب يعني خاصه نجب الشباب والمكونات ديال نجب الشباب. سي مصطفى على البركه ديال نجب الشباب كيف كنقول والحمد لله الحمد لله اليوم حنا فرحانين وعلى الفرح لا يتصور بالحضور ديالكم بعدا والحضور ديال الرئيس اللي اول مره كيشرفنا والحمد لله ما خابش الامل ديالو والدراري قاموا بواحد المقابله جيده وكانت مقابله رجوليه وكنتمنى لهم التوفيق في المسار الرياضي المقبل ان شاء الله. الله بهذه الطريقة كيف تابعتوا مشاهدي قناة الدار كواليس الجولة 17 من قسم الهوات ممتاز فوز فريق نجم الشباب بهدف دون رد أمام فريق فتح وسلان للأسف كيف ما تابعتوا فاللاعبين اللي انهزموا ما دلوناش بتصريحات وآرائهم وعبروا لنا عن مشاعرهم من بعد هذه الهزيمة كنشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة وكنضربوا لكم موعد آخر من مباراة أخرى أكثر إثارة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.